أعلن رئيس البنك الدولي روبرت تاليك أن نمو الصين القوي سيخرج الاقتصاد العالمي من الركود، مشيدا بالتقدم الذي حققته بكين لجعل اليوان عملة دولية. وقال إن النمو الصيني في الفصل الأول من العام 2009 تخطى توقعات الاقتصاديين. وأضاف ذلك أن النمو الصيني لم يتحرك فقط كقوة استقرار، بل كقوة ستخرج النظام العالمي من الركود. وأشاد ذلك بالتزام البنك المركزي الصيني بجعل اليوان عملة دولية مهمة، مشيرا إلى أهمية خلق تعددية في احتياطي العملات، مؤكدا على أهمية التكافل القائم بين الصين والولايات المتحدة التي تشكل عملتها، كما قال العملة الدولية الأولى.